فاش كان الزنزة المهم الملح كله تهت كله نزل، خرجنا لنا الساحة ديال القزادرية جلسنا عاونا الناس المحسنين، عاونا زعما عاونا الناس ما تخلوش علينا صراحة كلينا شبوا، كن تعذبنا صراحة تعذبنا. جاو في الاخر زدونا داونا المركبات، المهم داونا المركبات طلعوا ولو كاين العادة المهم طلعوا فينا صافي في الاخر صافي اللي جا الكوت قلنا خصو يخرج، بقاو الناس هكاك في الاخر كاع صافي خواو المركبات، واخا الناس ما استافدوش خواو المركبات صافي خرجنا نقلبوا على الكرا كرينا صافي استفدنا انا من استفدت ربع شهور من بعد صافي تحبس عليا يعني ما بقاش جاني يعني ما بقاش عندي باش نخلص الكرا، وليت اضطريت نطلق الكرا ديالي ونجي نقص في الدار عندي واخا مت واخا باتري باش جيت كيس في واحد ما بقاش عندي باش نخلص الكرا. وانا قاصه معاك كنت انا وربعه الاولاد مرضنا نفسانيا صراحه والله الا اختي مرضنا والله مرضنا بزاف ديك الساعه كنا نهار الاول باش يقضيو يديروا الواجب اللي قالوا نهار الاول ما يطلقوش لينا نعولوا على راسنا كما تيقول دابا طمعوا بنادم بها ومشى بهذ المكره واعتمد عليها وفي الاخر تحبسات عليه بحال دابا انا خمس شهور دابا من قبل العيد الكبير بشهر ست شهور باش تحبسات عليا دابا مليون ونص اللي تحبس عليا دابا المشكله هذاك الشيء بالنسبه لراجلي هو اللي تيتقضى باش جا الزنزانه كلشي تزاد والسيمه تزاد الحديد تزاد الخدامه كلشي الماكله تاع هي تزاد كلشي تزاد الله يحفظ السلام مراكش بزاف الاخر كلشي ولا مرا الزنزان كلشي طلع حتى الكراتا باش ما يتعاونوا مع عباد الله ما زادوا ما فهمتش انا انت شفتيني هنايا شتي انت كوزينتي عندك احمد انا عجاله وعجراتي وما شديت حتى ريال والو ما شديت حتى حاجه الاول شد وانا ما شديت شيء ومشيت ليهم قالوا لي صافي ولدك راه شد انت ما تشديش علاش انا ما باش بغيت نعيش ما عندي والو كاين اللي توصلوا كاين اللي باقي ما توصلش كاين اللي توصلوا كاين باقي ما توصلش منهم كاين بزاف ديال الناس اللي ما باقي ما توصلوش منهم انا نيت باقي ما استفدتش من الناس ديال 2500 درهم ديال سيدنا باقي ما توصلتش بها انا الاول عام دابا هذا تقريبا باقي ما توصلتش باقي ما عطوني والو الا جينا نقولوا عاوتاني شكون اللي خلى هذا الشيء هذا يتعطى بان هذا الشيء الترياب راه عاودنا نعاودوا بنعاودوا نرجعوا للحكومه ورجعوا للدوله ورجعوا لبزاف ديال الناس بنا نرجعوا لهم فهمتي هضرنا على هذا الموضوع عاد بنا ولاو في الباشا اللي مشى وفي القايده اللي مشات وفي بزاف ديال الناس حيت لقاو المقدم اللي توقف حتى هو بزاف ديال الناس توقفوا واحد السيده تاعي في مقاطعه توقفات هادشي فيه كان فيه شي شويه تخلويض ولكن بالنسبه لهذا القايد اللي قال لك جا دابا هو الباشا اللي جا دابا راه غاديين حاليا عطاونا وعود ما تكونش وعود كاذبه بحال الناس اللي قبل منهم وراهم راه خدامين الله يرحم لهم الوالدين كان حتى هي وعود كاذبه راه غادي نشوفوا هذه الخطره نطلعوا الرباط هذا هو الحل اللي بقى عندنا حيت هاد الناس هادو بحال اللي بتقولوا بيا كل هذاك الشيء اللي دار سيدنا الله ينصرو داك الشيء اللي عطى سيدنا الله ينصرو داروه هما في جيبهم بزاف ديال الناس ما جيت واحد 30% ولا 40% باقي ما مستفداش من التعويض اللي عطى سيدنا عام هذا ديال 2500 درهم في الشهر يدنا شنو